مفاوضات مرتقبة بين فرقاء الأزمة اليمنية يتم الإعداد لها في جنيف برعاية أممية. أطراف النزاع أبدوا موافقتهم على خوض جولة جديدة من المفاوضات، لكن بمطالب إضافية أفرزتها المرحلة الراهنة ومتغيرات خريطة الصراع على الأرض. مشاورات جنيف هي مشاورات القضايا فرعية وليست لإنهاء الحرب بشكل كامل. أضف إلى ذلك أنها تعتمد في الأساس على القرار الدولي 2216، وهذا القرار تجاوز الواقع في اليمن ما بعد 2015 في اليمن، ليس كما قبلها. هناك أطراف كثيرة باتت اليوم تملك القوة وتسيطر على الأرض وتم استبعادها من أي مفاوضات، وبالتالي أعتقد أنها هذه المفاوضات لن يكتب لها النجاح، وربما تأسس الجولة جديدة من الصراع. وقد بدأ ما نشاهده اليوم في المحافظات الجنوبية من غليان ومن قضب شعبي بسبب استبعاد الجنوبيين من الحوار. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني غرد على صفحته بموقع تويتر مؤكدا تلقي تعليمات رئاسية تتضمن مطالب جديدة ستتصدر قائمة الشروط التفاوضية من قبل حكومة عبد رب منصور هادي، على رأسها الإفراج عن جثمان الرئيس السابق علي عبد الله صالح وإطلاق سراح جميع الأسرى. هذا وقد حددت قوائم المفاوضين من جميع الأطراف. يبدو أن الوضع لن يتوقع الشارع اليمني أو المواطن اليمني من كل ما سيحدث في جنيف أي حلول ستخرج منها. المفاوضات مستمرة منذ 3 سنوات، لم نرى مصداقية لا للحكومة الشرعية ولا للحوثيين، وكأن الاثنين متفقين على إطالة الحرب واستنزاف التحالف العربي فقط لا غير. مراقبون يرون أن المفاوضات لن يكتب لها النجاح حتى وإن ظهرت بعض التفاهمات بين المفاوضين، إذا لم تمثل الأطراف الجنوبية تمثيلا حقيقيا على طاولة المفاوضات.